أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة ما ستقدمه زيارة رئيس الحكومة الجديد إلى محافظة المهرة وأبعاد تحركات الحكومة على صعيد الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية. وصل رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة قادما من الرياض في أول زيارة له منذ تعيينه. مصادر محلية قالت إن رئيس الحكومة وصل مع عدد من الوزراء وهم وزراء الكهرباء عبد الله الأكوع والثروة السمكية فهد كفاين والمياه عزي هبة الله شريم والاتصالات لطفي باشريف. وتأتي الزيارة للاطلاع على حجم الأضرار التي خلفها إعصار لبان والتي ضربت أجزاء واسعة من المحافظة الأسبوع الماضي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الذي يمكن أن تقدمه زيارة رئيس الحكومة إلى المهرة؟ وما الذي سيتغير في عمل الحكومة على صعيد حل إشكاليات الملف السياسي والاقتصادي والأمني؟ قبل النقاش مع ضيوفنا نتابع وإياكم هذا التقرير. في أول تحرك له منذ تعيينه يصل رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى محافظة المهرة، المحافظة المنكوبة على كافة الأصعدة والتي تصدرت قائمة الأحداث بعد الإعصار المداري الذي ضربها وتسبب بخسائر بشرية ومادية عديدة. الزيارة الأولى وفي شكلها العام تأتي للإطلاع على الأوضاع في المهرة وحجم الأضرار التي خلفتها العاصفة الإعصارية لبان التي ضربت أجزاء واسعة من مديريات المحافظة وجعلت المواطنين يقاسون تبعاتها الكارثية. رئيس الحكومة وفي تصريح عقب وصوله أكد أن الزيارة سيكون لها أثر في الميدان وأنها لن تكون زيارة بروتوكولية بقدر ما ستكون زيارة عملية لتدشين مرحلة التعافي، وذلك في إطار العمل مع السلطة المحلية بالمحافظة، وبقدر ما تتجه أنظار رئيس الحكومة الجديد إلى حل إشكاليات الملف الخدمي وإعادة الإعمار في عموم المحافظات المنكوبة بفعل الحرب والكوارث الطبيعية، إلا أن الشكل العام لأداء الحكومة لا يزال متعثرا بحسب متابعين، طالما وأن قاعدة الحكومة لم يشبها أي تغيير. مهام وملفات عديدة يتوجب على رئيس الحكومة القيام بها كما يقول متابعون، لا تتوقف عند حدود التحركات وشكلها الرسمي، بل يبقى التحدي مفتوحا أمام قدرة رئيس الحكومة على حل ثلاثة ملفات رئيسية: الأمني والاقتصادي والخدمي، وهي ملفات أظهرت عجز الحكومة في المرحلة السابقة، فيما ظلت مشكلة تحديد طبيعة العلاقة مع التحالف تمثل التحدي الأكثر تعقيدا في المشهد بعد أن أثرت سلبا على عمل الحكومة في كافة تحركاتها الرامية إلى إيجاد تغيير على صعيد استقلال القرار السياسي. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من المهرة الصحفي محمد كلشات. أهلا بك أستاذ محمد. إذن زيارة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء للمهرة، كيف تابعت هذه الزيارة برأيك؟ أولا أهلا ومرحبا بك في الحبيب، وأيضا مرحبا بالمشاهدين. الحقيقة أن زيارة الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء ونزوله إلى محافظة المهرة خاصة بعد إعصار لبنان يدل دلالة واضحة ويحمل في مدلول هيك الكثير من الأمور، وهو أنه دليل اهتمام الحكومة بهذه المحافظة المنكوبة. وحقيقة الزيارة لا زالت يعني وصل اليوم، نتمنى أن يقف رئيس مجلس الوزراء على كثير من القضايا المهمة التي يعني تهم محافظة المهرة، سواء ما خلفه إعصار لبنان أو ما تحتاج محافظة المهرة بشكل عام. نعم، طيب في سياق متطلبات المحافظة الآن، ما هي أبرز الأشياء أو الملفات التي تهم الناس في المهرة؟ أبرز ما يحتاجه الناس الآن أولا هو عملية حفر لما خلفه إعصار لبنان، أيضا وضع انتشال وضع البنية التحتية للمحافظة، كثير من المديريات الآن البنية التحتية خاصة بعض المرافق الصحية، بعض الممتلكات العامة تعرضت لانهيار، تعرضت لهدم كامل، فهذا كله جعل عاتق الحكومة،
ورئيس مجلس الوزراء اليوم وصل إلى المحافظة، وكان في الفترة المسائية من بعد صلاة العصر رافضه المحافظ، قاموا بجولة يعني نزول إلى بعض المواقع من المديريات في مثل المسيلة وقشن وكذلك الضواحي مدينة الغيضة، وهي التي أكثر ربما تعرضت عاصمة المحافظة تعرضت لأضرار كبيرة، ربما غيرت مجال السيول الوضع الجغرافي للمحافظة. فهذا يقع على عاتق الحكومة أن تجعل التخطيط السليم، وبما أن رئيس مجلس الوزراء شخص ربما له في هذا الجانب وهو كان وزير أشغال سابق، فالتخطيط العمراني الصحيح لمدينة الغيضة في البلاد هذا ما يعمله أبناء المحافظة، أن تبنى محافظة المهرة بشكل هندسي صحيح لتكون نموذج للمحافظات الجمهورية في المستقبل بإذن الله. نعم، يعني في سياق أن الإعصار الأخير ضرب الكثير من الطرق، يعني أثر على الكثير من البنية التحتية للطرق في محافظة المهرة، هل كانت هذه الزيارة، يعني هل أسهمت هذه الزيارة بوصول صورة الوضع في المحافظة بشكل جيد لرئيس الوزراء وبقية طاقم عمله؟ طبعا الحقيقة الطرق التي تربط محافظة المهرة ببعضها البعض ليست طرق عادية أو طرق تربط مديرية أخرى، الطرق التي في محافظة المهرة وانقطعت هي عبارة عن خطوط دولية تربط اليمن بدول الخليج عبر عمان، سواء عسوان عبر منفذ صرفيت أو عبر منفذ شحن. هذه الطريقين تهدمت تماما، كان يعني لا يوجد الآن خط أسفلت في بعض المواقع أو بعض الوديان الكبيرة، وهذا دل على شيء، أولا يدل على كبر الكارثه او حجم الكارثه التي تعرض لها المحافظه، ايضا حقيقه في هناك اخطاء هندسيه في الطرقات وهذا ما يشكو منه الكثير من الناس سابقا، واليوم وجاء هذا الاعصار ربما ليطلح التخطيط الهندسي الفاشل في بعض الطرق، وكذلك الوضع المأساوي الذي تعيشه المحافظه بعد اعصار لبنان. ايضا الخط الغربي الذي يربط بمحافظه حضرموت تعرض ايضا ل انقطاع كبير، والجسر الذي يوجد بمديريه المسيله غرب محافظه المهره، المديريه التي تربط حضرموت بالمهره، هذا الجسر منذ الثمانينات او منذ السبعينات هذا الجسر لا زال قائم، ولكن للاسف ان الاسفلت الذي يربط بين هذا الجسر حديث الا انه اصبح في يعني لا وجود له على نعم. الواقع. نعم، طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ محمد. ارحب بمن ينضم الينا الان من لندن، المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، اهلا بك دكتور. اذا تحرك جديد او تحرك اول بالاصح لرئيس الوزراء، برايك ما الذي ستمثله زيارته الى المهرة الان؟ تفضل دكتور. نريد طبعا ان نعطي بانه يعني رجل افعال وليس مجرد افعال، عكس ذلك في كلمته وخطابه اليوم حول انه سوف ان زيارته ليست زياره حكوميه وحسب، وانها زياره ميدان وزياره عمل. فطبعا هو التزم باعاده الاعمار بالسلام، تقدم على مستوى البنيه التحتيه في الطرق و بعض المنشات الحكوميه والخاصه، لكن انا اعتقد اننا الان نتعجل في الحكم مع بعض طيب دكتور، يبدو أننا نواجه يعني إشكالات في وصول الصوت، سنحاول إعادة التواصل معك. أعود إلى أستاذ محمد كلشات. أستاذ محمد، كنت تتحدث على بعض الجسور التي كانت تربط محافظة المهرة بمحافظات أخرى، وأن طبيعة الخطوط أساسا وطرق المواصلات في المهرة هي طرق دولية وخطوط دولية. إلى أي مدى تأثر الناس في محافظة المهرة وتأثرت أعمالهم بجراء هذا الإعصار؟
أخي حبيب، طبعا الطرقات الآن مقطوعة في أغلب المديريات، إلا أن جهود السلطة المحلية ممثلة في مكتب الأشغال العامة وكذلك مؤسسة الطرقات يعني فتحوا الطريق في مرور يعني المركبات الكبيرة، أما المركبات الصغيرة فلا تستطيع الوصول إلى المديريات الأخرى. كذلك المسافة التي كانت تقطع في الساعة الآن تقطع في أكثر من ساعة وكثير، فالوصول إلى تحت كان يستغرق 3 ساعات، فبعد الإعصار يستغرق الآن الوصول إلى منطقة تحن 5 ساعات و6 ساعات. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ محمد. أعود إلى الدكتور محمد الذي عاد مرة أخرى لنا. كنت تتحدث دكتور حول زيارة رئيس الوزراء الأولى له منذ تسلم مهامه إلى المهرة، ما الذي تمثله من وجهة نظرك؟ يعني كما قلت أعتقد أن رئيس الوزراء الجديد يريد أن يثبت في مستهل أعماله بأنه يستطيع أن يفعل دون أن يتكلم محاسب، وقال ذلك في كلامي عندما أكد على أن الزيارة ليست بروتوكولية وإنما زيارة عمل وزيارة ميدان. لكن يعني الإشكالات التي اعترضت عمل الحكومة السابقة هي ذاتها التي ستعترض عمل الحكومة الحالية، ولا أعتقد أن المشكلة في اليمن هي بمجرد تغيير الأشخاص يمكن أن تحل. هناك إشكال في المنظومة بشكل عام، هناك إشكال في زاوية النظر، هناك إشكال في التوجه، هناك إشكال في وجود الحكومة على غير ترابها الوطني. إذا استطاع معين عبد الملك أن يرجع إلى عدن وأن يستقر في العاصمة المؤقتة، إذا استطاع أن يحرك عجلة الاقتصاد بتصدير أو تصدير النفط والغاز، إذا استطاع أن يحرك الموانئ والمطارات، إذا استطاع أن يوقف من تدهور سعر الريال اليمني، إذا استطاع أي من هذه المهام وهي مهام جسيمة بلا شك سوف يكتب له النجاح. إذا كانت الظروف التي أحاطت بندغر هي الظروف التي ستحيط به أو التي تحيط بها حاليا، فأنا أعتقد أن فرص النجاح ربما تكون ليس على ما يرام، ليس على الوجه المطلوب. طيب في سياق هذه الزيارة الآن كان هناك طاقم وزاري مصاحب لمعين عبد الملك، وزير الكهرباء عبد الله الأكوع، الثروة السمكية فهد كفاين، عز جاي هبة الله شريم وزير المياه، وكذلك وزير الاتصالات لطفي باشريف. هل من دلالة لوجود هؤلاء تحديدا في مع رئيس الوزراء؟ هو طبعا الذي البنية التحتية التي تضررت هي بنية تخص شواطئ المحافظة، حيث الصيادون تضرروا بشكل كبير، بنية تخص أيضا الكهرباء وتضرر خطوط الإمداد هناك بشكل واسع، ويعني كذلك بنية الاتصالات بشكل كبير لأن العاصمة ضربت المحافظة بمجملها وتعطلت كثير من خطوط الطاقة الكهربائية والاتصالات، وبالتالي لابد أن يكون هؤلاء الوزراء المختصون في المجالات المختلفة المتضررة لابد أن يكونوا بشكل طبيعي مع رئيس الوزراء. السؤال الآن هي المعول عليه علاقة رئيس الوزراء الجديد مع التحالف العربي. يذكر أن علاقة طيبة تربطه بالجانب السعودي بشكل خاص، وأن علاقته ليست علاقة إشكالية مع الجانب الإماراتي. هل يستطيع معين عبد الملك أن يجير هذه العلاقة لصالح عمليات إعارة الإعمار ليس في محافظة المهرة وحدها ولكن في عموم المحافظات المحررة؟ هل سيستطيع أن يستثمر هذه العلاقة في سبيل إضفاء نوع ولو نسبي من الأمن في محافظة عدن؟ هل أيضا سيستطيع أن يستثمر هذه العلاقة من أجل استتباب الأمور في عدن وعودة الحكومة بشكل كامل وأن تعمل بكافة إمكانياتها وطاقتها؟ هذه أسئلة مفتوحة لا نملك نحن الآن الإجابة عليها، الذي يجيب عليها تحديدا هو رئيس الوزراء الجديد. طيب يعني من خلال ما جرى في محافظة المهرة في الأشهر القليلة القادمة، هل من المتوقع أن يحدث صدام من شكل يعني بشكل أو بآخر، أو أن تتجدد مسألة الاحتجاجات أو الصدى الكبير لما كان يحدث من احتجاجات بعد أن تهدأ ملفات إعادة إعمار محافظة المهرة فيما يتعلق بأضرار إعصار لبان؟
هو في الواقع يعني هناك مواطنون محتجون هناك في محافظة المهرة ضد قوات التحالف أو ضد السعودية أو ضد وجود يعني قوات عسكرية من التحالف في بعض الأماكن اليمنية التي تعتبر لا داعي لوجود هذه القوات فيها حسب رؤية المواطنين. لكن دعنا نقول بأن هذه الحركة الاحتجاجية لم تشكل، لكي نكون موضوعيين، لم تشكل حركة احتجاج واسعة بحيث شهدنا مظاهرات كبيرة وضخمة تطالب التحالف العربي بالانسحاب أو تطالب التحالف العربي بسحب على الأقل وحدات العسكرية من المحافظة أو من الأماكن السيادية في المحافظة. أنا أتوقع أن معين عبد الملك إذا استطاع أن يلبي رغبات الناس بشكل عاجل وأن يتغلب على الأضرار الناجمة عن هذا الإعصار فإنه سيكسب ثقة المواطنين وسيكون ربما حلقة الوصل أو طمأنة من الجانب اليمني من الجانب الحكومي إلى أن وجود قوات تحالف ووجود بإرادة الحكومة الشرعية وبإشراف الحكومة الشرعية وبطلب من الحكومة الشرعية. غير ذلك فأنا أعتقد أن الأمور إذا زادت وإذا كانت الزيارة مجرد زيارة إعلامية وبروتوكولية وما نفاه رئيس الوزراء فأعتقد أن المواطن اليمني لا يمكن أبدا أن يصبر ولا يمكن أن يخدع، وهذا سيزيد من حدة غضب المواطن في المهرة على الحكومة وعلى رئيس الوزراء تحديدا وعلى التحالف العربي. طيب سأسألك عن بقية الملفات المتعلقة برئيس الوزراء، لكن قبل ذلك دعني أعود بهذه النقطة إلى الصحفي محمد كلشات في المهرة. أستاذ محمد، يعني الآن ما هو طبيعة الوضع؟ يعني كانت هناك احتجاجات مستمرة في محافظة المهرة بعد واعتصامات وما شابه، بعد الإعصار هل لا زال هناك حديث عن التحالف، مسألة وجود القوات السعودية إلى آخره؟ ما مدى صدى هذه الأشياء هذه الأيام؟ طبعا حديث الساعة هو إمداد محافظة المهرة، الكل يشارك في عملية إعادة الوضع إلى محافظة المهرة، الكل اليوم يشارك سواء حتى الذين يتبنون مثلا الاقصامات أو كذا فهم أول الناس الذين اليوم يشاركون في عملية الإغاثة من حيث الطرقات من حيث التواصل المجتمعي. فالمجتمع المهري اليوم متكاتف من أجل القضاء أو تناسي أو المرور على ما خلفه الإعصار، وتظل القضايا السياسية ولها وقت آخر ولها ربما الحديث الآن هو عن كيف يتم المرور من خلال هذه الكارثة. والحكومة مطالبة وعن رئيس مجلس الوزراء وعن الوزراء المعنيين السلطة المحلية عليهم أن يحققوا ويسارعوا في تحقيق ما يعيد للمهرة استقرارها وما يعيد للمهرة كل ما هدم من بنية تحتية من قطع الطرقات. فبعد ذلك قد تكون هناك قضايا يتم مناقشتها سياسيا أو يتم وضعها على الطاولة لتحديد هذا أو لا. أشكرك إذن صحفي محمد كلشات كنت معنا على الهاتف من المهرة. بعودة إليك دكتور محمد، الملفات على طاولة أو أجندة رئيس الوزراء كثيرة، برأيك ما هي أولى الأولويات الآن فيما يتعلق باليمن ككل؟ طبعا ملفات كبيرة يعني والبلد في حالة حرب ويصعب أن نمر على هذه الملفات دون أن نذكر ملف إذا استثنينا طبعا ملف مواجهة الانقلاب والملف العسكري، لأنه من الواضح طبعا أن الحكومة اليمنية ليست يعني لا تشرف على العمليات العسكرية إلا فيما يخص العمليات على البر للجيش الوطني والمقاومة، وهذه مرتبطة برئاسة الأركان، ورئاسة الأركان مرتبطة بغرفة العمليات في قوات التحالف، وبالتالي فإن العمل العسكري أنا أعتقد أن هذه الحكومة في جانبها المدني لن تتدخل بشكل كبير، حتى رئيس الوزراء لن يكون في صورة العمليات، لأنه منذ البداية صار الاتفاق على أركان وزارة الدفاع هي المختصة بهذا الجانب مباشرة مع الرئاسة الجمهورية ومع غرفة العمليات في التحالف. لكن هناك ملفات لا تقل أهمية عن الجبهة وعن مواجهة الانقلاب والعمل العسكرية. في مقدمة هذه الملفات المهمة والملحة ملف
الإغاثة الإنسانية. هذا الملف في حقيقة الأمر أنه تعرض لنكسات على مدار السنوات الماضية منذ بدء الحرب. كانت هناك مبالغ كبيرة رصدت كان يمكن أن تفي بالحاجة فيما يخص الملف الإنساني في البلاد، لكن نظرا لوجود كثير من الإشكالات، منها ما يخص المنظمات الإغاثية، منها ما يخص آلية التوزيع، منها ما يخص وجود أيضا فساد سواء في آلية التوزيع أو لدى هذه المنظمات الإغاثية، ومنها ما يخص العراقيل التي توضع أمام هذه المنظمات على الأرض من قبل الحوثيين تحديدا، ومنها كذلك ما يخص تأخر وصول المبالغ المرصود والتي تتبرع بها الدول المانحة لهذا الجانب. هذا ملف مهم، أنا أعتقد أن رئيس الوزراء إذا استطاع أن يحسن الأداء فيه فإن الأمل سيكون معقودا على أن يحسن الأداء في الأمور الأخرى. يأتي بعد ذلك طبعا جانب إعادة الإعمار في وإن كان هذا الجانب يمكن أن يؤجل بتصوري إلى ما الحرب، ربما لا أدري ما مدى جدية أن تبدأ عملية إعادة الإعمار أثناء الحرب ولو في المناطق المحررة، لكن هناك جوانب أخرى ما تتعلق بالجانب الاقتصادي، تفعيل كما ذكرت في البداية تصدير النفط والغاز، فتح الموانئ المطارات، كذلك تعزيز صرف الريال اليمني ووقف تدهور العملة إزاء الدولار، يعني العمل قدر المستطاع على أن تكون حركة تجارة من وإلى البلاد من أجل التزود بالعملة الصعبة، العمل على أن تكون هذه عملية طبيعية من حتى تتمكن الحكومة من وقف تدهور العملة وأن يكون لديها رصيد من الاحتياطي الأجنبي. كل ذلك طبعا مهام ليست باليسيرة، يعني هي التي في تصوري كانت المظلة التي أقيل بسببها بندغر، ونتمنى للدكتور معين أن لا يواجه العراقيل التي واجهها بندغر وأن تنجح هذه الحكومة رغم ثقل المهمة والمسؤولية. أشكرك المحلل السياسي دكتور محمد جميح، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.